أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت مجمع محطة زابوريشيا للطاقة النووية 3 مرات خلال 24 ساعة الماضية. يأتي ذلك في إطار تبادل الاتهامات ما بين روسيا وأوكرانيا بالمسؤولية عن قصف محيط محطة زابوريشيا النووية الأكبر في أوروبا، ما أدى إلى فصل المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية قبل إعادتها للعمل بعد ذلك بساعات. В котором находится узел хранения свежего ядерного топлива. حذرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية من مخاطر انتشار مواد مشعة. وقالت شركة إنرجو آتوم الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرارا موقع المحطة، مشيرة إلى أن ثمة مخاطر من تسرب هيدروجيني وانتشار للمواد المشعة، مؤكدة في الوقت نفسه على وجود مخاطر كبيرة باندلاع حريق بالموقع. أعلنت قيادة العمليات الجنوبية للجيش الأوكراني أن قواتها تمكنت من القضاء على 24 جنديا روسيا وتدمير كميات كبيرة من المعدات العسكرية للجيش الروسي في مدينة خيرسون. وأوضح الجيش الأوكراني أن طيرانه التكتيكي تمكن من إصابة أنظمة الدفاع الجوي الروسية في خيرسون، فضلا عن استهداف كميات من المعدات ومجموعة من القوى الروسية العاملة في المنطقة. أهلا بكم مجددا. عرقلت روسيا تبني إعلان مشترك في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. يأتي ذلك بعد شهر من المفاوضات وجلسة أخيرة للأمم المتحدة تم تأجيلها لعدة ساعات. يبدو أن الأزمة الأوكرانية لن تلقي بظلالها الاقتصادية والسياسية على العالم فحسب، وإنما سيمتد تأثيرها وينعكس حتى على المؤتمرات العالمية. فتحت أروقة الأمم المتحدة خيمت أجواء التوتر والانقسام على مؤتمر النظر في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي عرقلت روسيا إعلانه المشترك. موسكو أشارت إلى أن هناك عدم توازن في مشروع النص النهائي، واستنكر الممثل الروسي إيغور فيشينفيتسكي مشروع البيان، مؤكدا أنه يحوي فقرات سياسية معينة مسيئة لبلاده، فضلا عن مهاجمة روسيا وحلفائها. روسيا أيضا انتقدت انحراف الاجتماعات عن مسارها واستخدام المؤتمر لتصفية الحسابات معها بعدما تطرق بعض الأعضاء إلى الأوضاع في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو وتحميلها مسؤولية أخطار كارثية محتملة. ويبدو أنه صار من المعتاد ألا يتم التوصل إلى قرار في مؤتمرات نزع السلاح النووي، ففي مؤتمر المراجعة الأخير في عام 2015 فشلت الأطراف أيضا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية. أعلنت الحكومة المجرية أن إنشاء موقع لبناء مفاعلين نوويين جديدين سيبدأ في الأسابيع المقبلة بالتعاون مع مجموعة روزاتوم الروسية العملاقة. ورحب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بالموافقة التي صدرت عن السلطة التنظيمية الوطنية قبل يوم بعد تأخرها،
وتنتقد المجر سياسة العقوبات التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، وكثفت مؤخرا تعاونها مع موسكو في مجال الغاز عبر التفاوض على تسليم شحنات أكبر مما كان مقررا في الاتفاقيات التجارية السابقة.